هاي بابا عمر 29/12/2011 دفن عثمان الشهيد بإذن الله عدنان محمد خير رسلان الذي استشهد مساء هذا اليوم بعد خروج اللجنة الدولية من حي بابا عمر، ويتم دفنه تحت الظلام خوفا من إطلاق النار العشوائي على حي بابا عمر والقصف على المقابر أثناء الدفن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندنا شيء كثرة ولا نستطيع تشييع شهدائنا كما يلي في مظاهرات. هذا الشهيد يدفن تحت الظلام، الله أكبر. الله أكبر. بلا بك يا ابوري يا شباب، روم هون.